طبعا اعتقد يعني الموضوع يتعلق ايضا مرتبط بالعقوبات اكثر. نعم بالمجمل انه نعم. امريكا يعني تعتبر الدولار وسيلتها الى العالم، وتعتبر انه هو علاقتها مع العالم، وبالتالي انه الدول كلما تعانت بالدولار كلما نعم. طبعا نعم. زادت علاقات امريكا بها وتوطدت. ولكن كميه الدولار التي يستخدمها العراق اليوان بدل الدولار هي لا تمثل كميات ضخمه الى درجه تاثر على الدولار الذي يتعامل به كل العالم، طبعا لا يعني الكثير. ولكن الفكره بها بعدين، كما ذكرت البعد الاول هو الالتفاف على العقوبات واعاده تحويل الين الى دولار من جديد عن طريق الغاء الصفقات واستعادتها بالدولار، او بسبب انه طبعا يحصل انه اليوان نفسه ايضا بمشاكل، لانه انت اليوم اليوان ما ممكن الصين قادر على توفير يوان لكل العالم مثل ما امريكا تختلف. يعني الصين ثلث من اموالها مودعه في امريكا، ثلث من اموال الصين ومواردها هي مودعه بالخزانه الامريكيه. فتصور لو كانت الصين قادره على حمايه اليوان بدل ما تودع تخلي للسيوله، يعني مثل ما امريكا توفره كسيوله. فالقضيه الماليه هي اكثر من قضيه سياسيه، القضيه الماليه قضيه لها علاقه بالاقتصاد، لها علاقه في امور معقده جدا. ما ممكن ان ننظر لها دوما انه القضيه هي قضيه سياسه ونفوذ فقط، وانما هناك تنظيم عالمي لهذا الموضوع، يعني يتعدى حدود هذا الامر. العراق لا يعني لا زال لا يفهم الامور بهذه الشكل. لو عودته امريكا ان تعطيه الدولار بالنقد ويتصرف بالنقد كما يشاء، ليس على بقية كل العالم، يعني يختلف عن كل العالم، وهذا انتهى الموضوع.